مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بوظة الاوريو. عنا 300 ملي دبل كريم او كريمة سائلة، بدي استعمل 200 جرام نسلي، وكمان عنا علبة بسكويت الاوريو. نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط نسلي فوق الدبل كريم، بخلقهم مع بعض. عسرعة عالية اكيد. خلصنا الخفق، بحطهم على جنب. بحط اوريو بقلب الكيس، وبنعمهم مع بعض. هلا بنعمهم بهذا الشكل. نعمنا البسكويت، هلا بدي احطهم فوق الدبل كريم والناسلي. بسم الله. بخلطهم مع بعض. بستعمل ملعقة صغيرة أفضل، بتساعدني أكتر بمد البوظة. شفتوا كيف؟ بعد ما حطيتها بالمطبقية هلا بحطها بالفريزر اقل شي 3 ساعات. هيدي البوظة بعد ما سقعت منيح بالفريزر، لنشوف مع بعض كيف طلعت. هيدا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ هيدا الشكل النهائي. هيدي ايس كريم الاوريو اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.